السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن تصدق ما حدث في إحدى شوارع ولاية سيدي بلعباس في الساعة الأخيرة، ووالي الولاية يتنقل إلى عين الحدث بسرعة. تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شهد مدخل حي الإخوة عدنان الروشي شمال مدينة سيدي بلعباس أمسية أمس هبوط مفاجئ ومحدود أحدث حفرة كبيرة على عمق أكثر من 3 أمتار أرعبت سكان المنطقة هناك، وهي الحادثة التي تم على إثرها إقرار غلق مؤقت للطريق على الفور لتأمين المارة والمركبات. هذا وتنقل والي ولاية سيدي بلعباس اليماني مصطفى على إثر الحادثة للمتابعة الميدانية للإجراءات الاستعجالية المتخذة من قبل المصالح التقنية ووحدات الأشغال المعنية بتدخل، كما وجه هذا الأخير تعليمات بالبدء في عملية الإصلاح وإعادة تأهيل الطريق في أجل سريع.